تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون من وسط سوق الغزل، راح نتعرف على هذا السوق وتأريخه وكذلك الحيوانات المتواجدة فيه من خلال لقاءاتنا مع أصحاب هذا السوق والعوائل المتواجدة. ابقوا يانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالبداية نتعرف بحضرتك. جعفر نوري، جعفر العامري. جعفر، جعفر بالبداية احكي لي عن سوق الغزل، تاريخه، تاريخ قديم يرجع إلى خلفاء الراشدين. سوق أثر، يجون به سياح أجانب من خارج العراق، محافظات العراق، سوق يعني تتواجد به كل المحافظات. كل يشمل هذا السوق؟ كل شيء متوفر به، من حيوانات الزينة، من طير الحوم والتصاعد اللي فوق. شنو الحيوانات؟ كل شيء موجوده، طير حوض، غندور، فنجيت، سلاف، تكرم، مازينه، بابغاوات، كل شيء موجود بالسوق. نعم. انت شنو اختصاصك؟ اختصاصنا كل هاي الشغلات النادره، من طير الحوض وكل شيء موجود عندنا. نوادر اكو؟ كل النوادر عندنا، شو تريد متوفر عندنا. شنو هاي النوادر؟ النوادر عندنا شو تريد، يعني عندنا روزيلا، عندنا كاسكوات، عندنا درار، كل شيء موجود عندنا. شلون الاسعار؟ كل من وسعره، كل من اختصاص بسعر. نعم. من يا سعر ليا سعر؟ اكو من 10,000 دينار ل10 اوراق. نعم، طير الحب ب 10، اكو كاسكو ب 10 اوراق، اكو امازون، اكو كيكاتو، اكو مكاو. شنو هذا الف دولار؟ شنو هذا؟ بابغاء، مكاو، كيكاتو، كاسكو يحكي. يعني طبعا يحكي. ناطق. نعم. شلون اقبال الناس على؟ والله هي اقبال الناس موجود، هو سوق يعني مركز مدينه بغداد والمحافظات يجون به، والسياح من خارج العراق هم يجون. اجانب؟ نعم، من كل دول العالم يجون. سوق مركز رئيسي، سوق مركز رئيسي بالعراق، سوق الغزل معروف، سوق الغزل وجامع الخلفاء، سوق ابن عن جد معروف. المستورد؟ اكو مستورد، اكو مستورد واكو عراقي، كل شيء متوفر بالعراق، اكو مستورد واكو عراقي، كل شيء بسعره. شنو يختلف العراق عن المستورد؟ المستورد من خارج العراق والعراقي داخل العراق، يعني احنا نكثر نربي زين، هذا موجودات محميات عراقيه. نعم، محميات عراقية جيدة موجودة. كل العراقي اكو بي متكاثرين، اكو بي اختصاصي كاثرون، غندور، كوكتيل، طير حوب، فناجز، كل من واختصاصه بالتكاثر. الاكل ما اكل هاي؟ اكل موجود، كل من نوع ياكل اختصاص الاكل مالته، طير حوب ياكل دخون، فنجيت، بلغة ياكل حاب، كل من واختصاصه. شنو المشاكل الموجودة بالسوق هنا؟ شلون؟ ما اكو مشاكل حكولي بعض الكواليس. يعني على شنو؟ انه لما تطر الدنيا هاي تفاصيل. اي عادي، هاي عادي، كل شيء يصير. اعتيادي، لازم يغرق السوق، لازم شيء، واحنا عادي ايدينا ايد واحد بالاخ. بالصيف شلون؟ بالصيف لا، الحمد لله والشكر. بالشتاء تمطر؟ تمطر، وبالصيف على الحر، واحنا خالين نسفلج. كلها سفالج. طبعا سفالج ومبردات وكهرباء، عندنا سحب وعندنا وطنية. نعم. يحتاج اجواء. طبعا اجواء، طبعا الطيار يحتاج بالصيف برودة وبالشتاء دفاوة، فاحنا ندارين اكثر من داري نفسنا. لان هذا روح. اخوي الورد حبيبي، تحياتي لحضرتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في البداية نتعرف حضرتك. رعد حسن محمود. أهلا وسهلا بك حج رعد. أهلا وسهلا بك حج رعد. بداية احكي لي عن سوق الغزل. تاريخ سوق الغزل، تفاصيل. نعم. تاريخ، نعم والله. خلي ياخذ راحته، خلي ياخذ راحته. تاريخ سوق الغزل قديم. إي. كان سوق الغزل سابقا يم جامع الخلفاء، ذاك السوق. فتعرف كثرة النفوس بالعراق، فاستحدثوا امانه العاصمه هذا السوق وبنوا به تكاكين، والعالم هنا بنت بنايات، فتوسع صار اكبر سوق الغزل من الاول. ليش سموه بسوق الغزل؟ والله كانت هي المحافظات تجي تبيع الغزل، الصوف كذا، الدجاج بذاك السوق، فسمي على اسم هذا الاسم سوق الغزل.
المتعارف عليه حاليا سوق الغزل هو سوق الطيور والحيوانات الأليفة والحيوانات الزينة. اي سوق الغزل كل شيء شو تريد موجود. شنو الأشياء المتوفرة حاليا بسوق الغزل؟ كل شيء تريد موجود، أسد، نمر، شادي، صقر، بومة، هدهد، عصفور، طير حوب، ببغاء، غزلان، طواويز، جميع ما خلق الله من الحيوانات موجودة. منين تجي هاي؟ ها؟ منين تجي؟ عندنا هنا عالم، وكذلك عندنا استيراد مفتوح تجي، وعندنا عالم هنا شغلتها ان تكاثر وتبيع. اي مكسب رزق يعني، مو بس يعني سوق الغزل هنا، المحافظات هم كذلك تجي لهنا. شلون يتم التعامل ويا المحافظات؟ يجون يسوقون يعاملون الشيء اللي يردوه ياخذون يروحون. جملة؟ جملة اي طبعا، خوي يجي من المحافظة مو يجي على بلبل واحد او عصفورة او ياخذ له جملة. اي هناك يبيع يكاثر. يبيع هناك يصير عنده سوق ويصير هاي الامور. زين انت اختصاصك بشنو؟ كل شيء شو تريد عنده موجود. اها اي شوادي نقدر لنا اذا هذا تريد شوادي عندنا صغار وكبار، تريد اسود تريد احمر. اي ايه الطيور اللي عندك؟ الطيور شو تريد موجود عندنا؟ اكو نوادر؟ ماكو، هو كلها دا اقول لك العدد الكياه كلها هي نوادر. اي مثلا الصقر، الطير اللي عندك، الطاووس، الغزلان، النموره، الاسوده، يعني كل شيء اللي تريده موجود هنا. حركه الناس والشراء والاقبال شلون؟ حركه الناس زينه، وخصوصا الجمعه، لان الجمعه العالم تعرف القاعد اللي ما عنده دوام اللي يسبب رزق، اللي يجي من المحافظه، اللي عنده هاوي اللي يبيع ويشتري. فالجمعة خير من الله يعني، السوق حركة جيدة. اكو ناس تجي تبيع، ناس ما عندها محلات بس اي تجي تتبضع هنا وتبيع وتتسوق. يجون مو قلت لك محافظات يجي لهنا يبيع، يعني هي الجمعة باب رزق باب مكسب. عرفت السوق بس حيوانات؟ اريد شوية يعني السوق يخلي العالم تبيع، تظل متأخرة مو ساعة بالعشرة، عشرة وشوية تجي تجي القوى الامن الداخلي او تجي امانه العاصمه، يعني تعز العالم او تصعدهم لغد وما لغد. هو النهار قصير والعالم تجي من المحافظه يجي ويصل بالسبعه، وانت بالدعش بالعشره تجي تعزله تجي توخره. فاي فرصه يعني الجمعه العالم باب رزق ومكسب لها. هو بالعاده الساعه 2 يقفل؟ لا احنا الظلول للعصر للخمسه للسته. اها اي محلات مو كلها تعزل، يبقى المحمل نوبات للستة للسبعة، العالم مفتحة. المشاكل الموجودة عندكم شو كانت بالصيف أو الشتاء؟ والله ماكو مشاكل، بس هو الصيف باعتباره صيف عندنا حار كلش، فشوي يقل البيع والشراء مال تكرم الحواوين. الشتاء نعتبره يعني مكسب رزق أكثر، لأن العالم تتكاثر بالطير والعالم تجي اقبال اكثر. يصير اكو مسابقات تسووها للطيور للحيوانات؟ اي اكو مسابقات، وكانت تصير مال زواجل مال طيور. اي اكو كل شيء يصير، كل شيء اكو مسابقات اكو شغلات. كلها اساسها من اساسها هنا وبالعظميه موجود وبصليق، يعني اكو مناطق اي بغداد جديده كذلك. احنا نشكرك شكرا جزيلا على كل هاي المعلومات. شكرا جزيلا. العفو تدلل. اذا مشاهدينا الكرام استمروا وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، تعالوا ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. بالبداية احكي لي عن سوق الغزل وكذلك عن مهنتك هنا انت بسوق الغزل. انا مهنتي اسماك سنتر الغزل، هي هذا محلنا. نعم. الاسماك سنتر الغزل بيها وحش وبيها اليف. صار لك ايش قد بهاي المهنة؟ انا مو هواي يعني، صار فد يمكن 6 سنوات 7 سنوات يعني قليلة. بتوارثتها لو اجيتها انت تعلمتها؟ لا اللي كان قبلي ابن خالي واجيت وياه بالبداية فترة وبعدين انا. زين. أكثر أيام الحركة بسوق الغزل شنو؟ هي الجمعة أكثر أيام، بس السبت هم مرات تجي عوائل، لأن السبت الجمعة العوائل ما تقدر تجي لأن الزحام. نعم. السبت تقدر تجي العوائل. شنو يشمل سوق الغزل؟
اللي يشمل سوق الغزل هي الحيوانات كافة، يعني بها الطيور، الكناري، البلاوي، الأسماك الزينة، هو شغلات يعني هو شغلات. أنت اختصاصك بالأسماك، نعم. تسولفني عن الأسماك. الأسماك اللي هي أليف ووحشي وبها ولود، الولود واحدة يعيش والأليف هم واحدة يعيش والوحش واحدة. مرات اللي بعضهم يجون يأخذون السمك يخلي الأليف وهي الوحشي ينضرب، فإحنا مرات النصحة يعني نطينا صاحق لا هذا يصير هذا ما يصير، مو كل السمك تخلى سوى. زين، الأكل ونوعية الأكل. الأكل هواي بنوعيات، بمثلا أكو أكل رديء هو بس أكل، أكو أكل فيتامينه هواي أمور. اللي ياخذ الحوض لازم ياخذ يا مستلزماته، لان هي الماء يسوي بدوره بيولوجيه كامله مع الماء، نخلي الدوره البيولوجيه تكمل خلال 30 دقيقه تكمل دوره بيولوجيه لنزل السمك، اذا نزل بدون دوره بيولوجيه تموت السمك. اها لازم اكسجين وايد. طبعا اكيد اكسجين ولازم ناره على مود تبين جماليه السمكه. زين، الزينه ما زينه وايد تفاصيل. الزينه هي هواي يعني هواي هواي اشكال زينه، هواي احواض، يعني عندك احواض تبدا من اللي احنا نسميها سوقيه، تبدا عندك 30,000 25,000 20,000 18,000 وبراها تبدا الاحواض اللي هي الاتاكيت مثل ما نقول يعني كبيره ياخذوها المسؤولين اي لان شويه غاليه، فهذا اللي هو السوق هذا اللي عندنا ماشي يعني مال نقول عالم متوسطه، واكو 20 ورقه واكو 15 ورقه، هواي هواي نوعيات. عندكم مشاكل بالسوق؟ مشاكل بالسوق حاليا اللي هذا اللي سووا لنا اياه المقرنص، أمانة العاصمة، أمانة العاصمة سويت لنا هذا المقرنص، هذا سووه وهذا بقى من تمطر الدنيا هذا يصير مي ما يقدرون يطبون للسوق. زين، ايه. شنو أكثر شيء إقبال الناس على السمك اللي عندك؟ إقبال الناس اللي هو الأليف، الأليف دائما يعني شلون نقول مو صعوبة تربيه أو هاي يعني بسرعة يعني ما ردش أسعاره كل شيء موجودة يعني أكو سوري وأكو ماليزي وأكو أجنبي وأكو أكو تكاثر عراقي، فيصير يعني يبدأ 5x5 و6x5 وكو زوج ب15 وكو زوج ب20 كل ما السعر سعر سوينا خصم؟ أنتم سويكم بلاش كل هلا كل هلا مرحبا شرفتونا الله يسلمك كل هلا بيك. مشاهدينا الكرام مستمرين في جولتنا بين سوق الغزل وسط هاي الأجواء الجميلة بقيانا. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام الأسماك جزء رئيسي من عالم سوق الغزل، راح نتحدث مع أقدم شخص لبيع الأسماك وأحواض الأسماك ومستلزمات الأسماك في هذا السوق مع زميل فاضل. بالبداية نقول لك الحمد لله على السلامة. حياك الله، الله يسلمك، رحم الله عليك، تسلم يا حبيبي، الله يحفظك، شرفتوني، أهلا وسهلا. خليني أتعرف حضرتك أولا. أنا فاضل صاحب معرض أسماك زينب سوق الغزل بغداد. فاضل، لو تحدثنا عن قدم الأسماك وقدم هاي المهنة بالعراق وشلون جت وصلت لسوق الغزل وصارت بهذا الشكل. الحقيقة طبعا أسماك مجال أسماك الزينة هو تقريبا بدأ من بداية الثمانينات. كانت قبل الأنواع اللي كانت يعني تتداولها الناس بحكم أنه كان إنتاج عندنا بالعراق يعني ما يقارب بحدود 7 إلى 8 نوعيات اللي كانت تداول بين الناس، بس بينما من صار عندك من وراء 2003 من انفتح الاستيراد يعني صار عندك تقريبا بحدود وصل الى 100 نوع. اي نعم. جيت اختصيتوا بهذا المجال، هذا المجال يحتاج له خلينا نقول نبدي من العنايه الكبيره من حيث التعقيم المستلزمات وهذه التفاصيل. شوف الاسماك الزينه تختلف من نوع الى اخر، يعني منها الاسماك اللي تعيش بمياه مالحه واسماك تعيش بمياه عذبه. الاسماك المياه المالحه طبعا هذا مو يعني اكو ناس اختصاص هذا الموضوع، احنا اكثر شيء بمجال الاسماك المياه العذبه. وهمين الاسماك المياه العذبه تتقسم الى قسمين، يعني اكو بهن يعيش بمي بارد واكو منهن اللي يعيش بمي معتدل. فتعرف الزبائن من يجي يعني يجي للمعرض مالتنا يشوف اكو انواع كثيره منها اسماك وحشيه واسماك اليفه، فتبقى هنا شنو تبقى هنا يجي مثلا ما يعرف انه شنو هو عباله سمك ويعيش بالماء،
شو يحتاجه؟ يحتاجه من اكثر من مرحله. مثلا اجى مثلا يدي يسوي حوض مال سمك، لازم هذا الحوض يشمل من كافه المستلزمات البي، من هيتر، من معقمات، من هواي شغلات. يعني تبقى من يجي ياخذ مثلا ياخذ الحوض، احنا ما ننصح انه مثلا يجي راسا ياخذ السمك، لا، هذا الحوض يجي جهزه ويكمله بشكل كامل عنده بالبيت، يجيني ورا يومين ثلاثه، لان احنا شنو من يعتق عندك المي يومين او ثلاثه بداخل الحوض، اكو عندنا معززات يصحوا لها معززات الدوره البيولوجيه من الطهيه، خلال الثلاث ايام تصير بيئه خاصه وكامله وجاهزه بالنسبه للعيش. فيجي ورا ثلاث ايام يجي ياخذ السمكات، طبعا غالبيه الناس عبالهم سمك ويعيش قبل يجي شمره بالحوض، هذا طبعا من الغلط، يعني هواي ناس تعاني من شغله الموت ما موت، لا، من يجي ياخذ السمك احنا نعطيه بكيس نضربه اكسجين، يطول تقريبا بحدود ال 24 ساعه بالكيس ما عليه شيء، يوصل للحوض مالته، ينزل بالحوض لمده تقريبا ربع ساعه على مود يتوالم حراره المي، يصير نفس حراره البتشيس، بعدين يجي ياخذ من الحوض وين يدير بتشيس خمس دقائق، هم يجي ياخذ شويه يلا يديره بداخل الحوض. المي اللي يستخدم انا اخذت للبيت، المي اللي استخدمه المي العادي هو شوف احنا مي الحنفيه ومباشر يدير بيه السمك، احنا الشيء هذا ما ننصح به، حتى لو اذا اراد يخلي مي من الحنفيه لازم هذا المي يعني يكون بايت على الاقل ثلاث ايام، كل ما يحتاج العفو كل ما يحتاج المي اللي بالحوض ونخلي له معززات كل ما يتهيئ بحيث يصير ملائم للاسماك الزينه، حتى لا يتعرض للامراض، مثلا الامراض الشائعه الموجوده عندنا امراض الفطريات اللي تصير بسبب شنو؟ بسبب الاستعجال. يعني هواي ناس قلت لك انا تعرف المفروض احنا شغلتنا شغلتنا نصيحه، يعني مو راسا اجيب اعطيه سمك واقول له روح، لا، اعلمه شلون طريقه التنزيل، لان طريقه التنزيل اقل غلط هنا راح يواجه المرض وما راح يعرف شو يسوي له. يعني انا صح احنا عندنا علاجات، بس احنا شنو نعطي؟ نعطي الوقايه قبل لا تصير عنده هاي الحاله. المي مالتكم اللي تنطوه يبقى مستمر شهر شهرين؟ لو لازم يتبدل كلش قد يتبدل؟ احنا باوع احنا نشوف طريقه السحله، طريقه الادامه، يعني الحوض مرات اكو ناس كل شهر يجي يبدله بشكل كامل، يعني عوفه شهر كامل يلا بعدين يجي يبدله، لا، احنا طريقه الادامه الصحيحه شو يصحوا له؟ انه يصحوا له الادامه اسبوعيه، كل اسبوع ينسحب من عنده ربع من الحوض، وش ينضاف له؟ ينضاف له ربع، هذا الربع مين راح يجي؟ حتى لو اذا كان مي مال بوري، يعني لازم يكون اقل شيء بايت له فتره ثلاث ايام. من يجي بايت له ثلاث ايام، وطبعا اكو معقمات هم خاصه يضيف له، من يجي يسحب ربع يضيف ربع، عندك هذا المي جاهز وكامل، يجي يسحب ويضيف. ما يعاني من اي مشاكل، من يجي راسا يسحب ربع ويضيف له مي بوري هنا راح يعاني من المشاكل. ليش اختاريتوا سوق الغزل او سوق الغزل شضاف لهذه المهنه؟ شوف سوق الغزل من الاسواق القديمه، يعني هذا سوقنا بحدود يعني عمره ما يقارب، احنا دا تشيك من مجال الاسماك، عمره ما يقارب هو من الثمانينات بحدود 30 سنه. فتعرف غالبيه الناس مو بس اسماك زينه طبعا في هذا السوق. اكو انواع حيوانات مختلفه، اكو الكلاب، اكو البزازين، اكو القطط، اكو عندك الطيور، فغالبيه الرواد يلتجئون لهذا السوق. وخاصة عندنا هنا يوم الجمعة، يوم الجمعة كلش مميز، يعني أكيد أنتوا جايين وشايفين العالم بالآلاف موجودة هنا، وترتاد لهذا السوق، فتعرف من عندهم الهواة ومنهم اللي يتفرج ومنهم اللي يشتري، فحسب تعرف الناس كل من وذوق. الأحواض اللي عندك منها أحواض بيوت، منها أحواض فلل، ومنها أحواض حتى لسياسيين. بالضبط، شوف الأحواض احنا عندنا هواي قياسات، يبدأ القياس من 20 سنتيم لحد 5 مترات، وكل حوض عن حوض يفرق. هاي هم تجهز خاصة؟ الأحواض احنا اللي عندنا اكو أحواض أصلاً جينا من عندهم بيها، أحواض جاهزة، يعني تجي من عندهم بيها مثلاً الفلاتر، تجي من عندهم مال الأحواض منظومة، بحيث الحوض ماله ما يتبدل غير بس الإدامة الأسبوعية اللي سولفت لك عليها، السحب والإضافة، يعني تعتبر الأحواض المتطورة اللي آخر شيء. وعندنا الأحواض قلت لك قياسات تبدأ من 20 سنتيم، أكل من عندنا 60 سنتيم، أكل متر، أكل متر و20، فيبقى الهاوي كل من وذوقه. شو المعوقات اللي تواجهوها بسوق الغزل؟ شوف احنا حاليا احنا ما عندنا معوقات، لان بالنسبه للاستيراد الاستيراد موجود، بالنسبه للنوعيات احنا بس ولو احنا موفرين حتى شغلات الكهرباء، احنا كنا نعاني من عندها قبل، هسه لا زينا قدرنا نوفرها من ناحيه تعرف السحب ومن ناحيه الوطني وماشي الامور الحمد لله. حياك الله، اهلا وسهلا، حياك الله. مشاهدينا الكرام، من بعد هذه التفاصيل الجميله اللي سمعناها مستمرين وياكم.
في حلقتنا لهذا اليوم، تعالوا يانا. السلام عليكم. مية هلا حبيبي. شلون الصحة؟ الحمد لله الله يخليك. الحمد لله خير من الله. تقولون شو هذه انتم مو؟ وعن الدجاج والنسورة وهاي التفاصيل. والله يا ابا اشكال هذا سوق الغزل. كافة المحافظات تجي بيه، كل الحيوانات هنا، الحيوانات المفترسة موجودة والحيوانات الأليفة موجودة، كل أنواع الحيوانات موجودة بسوق الغزل. شو هذه هاي تكرم، شو هذه موجودات عندنا؟ زين. شو تريد موجود؟ غزلان موجود، شو تريد موجود؟ نعام موجود. شلون هيك تربونه؟ هذا شلون اربي؟ هذا صغير. لا تفتهمني؟ نا عندنا تكاثر عندنا بالعراق. جيبوه صغير يبيعوه. زين على مود الناس تربيه. ما يصير وحشي. شنو ياكل؟ هذا كل شيء ياكل. خبز، تمه، شو تريد الذبله؟ ياكل. اكو عندنا طاووس موجود، عندنا دجاج مال زينه، عندنا طيور زينه، عندنا بلابل، شو تريد موجود عندنا هنا؟ الاسعار شلون تكون؟ والله الاسعار زينه. يعني كل من وسعره. زين. اغلب شيء شنو ياخذون الناس؟ كل من الف الذوق بالحيوان، يعني كل من الف حيوان يربيه. يعني كل الحيوانات الناس كل من له يحب يربي له فد حاجه. هذا يربي له غزال، هذا يربي له شاذي، هذا يربي له ارنب، هذا يربي له طيور، عصافير. هاي مو تحتاج كلها اكل، هذا الاكل منين يجي؟ الاكل موجود هنا، اول شيء عندنا دخن عراقي وحنطه عراقيه موجود. زين موجود. الاكل موجود. الشاذي هاي شنو ياكل؟ اللي عندك الشاذي ياكل صمون. هالفواكه ياكل جزار، تفاح، الخيار، هذا ياكل. زين عندك الطاووس ياكل هالفضلات مال البيت، ايش عندك اكل؟ ياكل. شلون الحركه بسوق الغزل؟ والله زين، نعمه فضيله الحمد لله، خير من الله. الناس العراقيين يحبون هاي التفاصيل. طبعا هاي التفاصيل اول شيء مثلا واحد تعبان من عنده زوج حيوانات يتفرج عليهن حتى نفسيته ترتاح. والله العظيم يعني الاجواء غير اجواء يم الحيوانات من واحد يتفرج عليهن او عدفت بلبلي طالعه يقرا يعني الصبح شكو بيها. انصح لك وغيرك وغيرك جي. كل الناس جي. تاخذ. خلينا نلتقي ويا باقي الشباب الموجودين. على راسي حبيبي. مية ابو ابو علاوي. ابو علاوي. ابو علاوي عين. زين تحكي. شلونك يا حبيبي؟ بعد قلب والله كذا. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك. شلون معلمه هيك؟ هذا مثل الطفل. شلون عندك طفل بالبيت صغير؟ يعني تعلمه، ايش تطيه ياخذ من عندك، يتعلم عليك، يعني حاله حال البيت ياخذ اجواء البيت. يلا ما يطلع ينا بعيد يروح بعيد عنك. يعني ظل وياك عايش بالبيت. صغير احنا ناخذ الربي يعني احسن ما تاخذه كبير. شلون الطفل يظل يتعلم عليك؟ يعني الاعازات اللي تعطيه اياها هاي التفاصيل، يعني شلون تحكي وياه، شلون تقول له اقعد اسكت. نفس الطفل الصيحه تعطي كلمه مثل الصيحه يجيك بها هو يعرف. يعني سمي اسم. سمي اسم يعرف. يعني يعرف له. يعرفني ايه بالزمان عندي. يعني شلون تحكي وياه وتقول له او تعطيه اكل؟ صفوع له صيحه كذي تعال يجي. والله مثل الطفل قلت لك. يعني يعني الاكل هذا الحب الموز الاكل البيت الفراوله ذني الاكلات الحلوات انه ياكل نفس الطفل. والله يعني يتعارك يعني ويا اطفال قاعد يتعارك على الاكله. والله يتعارك ويانا على الاكله. زين تحب شلون يعني معزه خاصه هو. والله صار له هذا يعني صار له شهرين عندي. صار له شهرين. ايه ومتعود. متعود على البيت. الاكل على الاكل حب قلت لك فراوله موز. اكل شلون الجهال نجيب له الجهال ياكل ويانا. والحركه مالته الحركه بالبيت يفتر يعني طب الغراء. هم يسموه شاذي بالعراق يعني حرك. يعني القاه مرات بس يعني ما القاه مثل بالبيت بس اصيحه يطبني يشوفني طبيت للبيت يجيني ركض. والله يعرفني يعني شلون. احنا مسوي اللقاء هو حرك ما يقعد هو بعد شاذي يعني بولش يعني بالبيت يعني. زين زين ابو علاوي تحكي لنا تكمل. ما تعرف فطير العيش تعرف بيمن. تعال يمي تعال تعال شويه. تعال يمي تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حبيبي الغالي. اهلا وسهلا. 100 سولف لي عن سوق الغزل، الحركه بسوق الغزل، التفاصيل. يعني حلوه السوق، حلو طيور حلوه، يعني ما شايفين طيور غريبه. شنو اللي عجبك في السوق؟
والله كلهم عزبة من نبات الله. كلهم عزبة من الناصرية. اها جايين هنا الناصرية يعني كل جمعة كل أيام نفطر هنا. احنا بيتنا بالناصرية بالشرق. بيتكم محافظة ذي قار. اي ذي قار. بس نجي لهنا نغير جو. زين. ايه. تعالوا لا شوي علي راح الكاميرا. زين ذي قار هم اكو هيجي. عندنا بس مو يعني مثل قليل يعني مو هنا مثل مو مثل هنا النوعيه النوعيات هاي شلون هذه قار قار حلوه اها والله الهوار شلون الهوار تقبل يا ريت تزورونا ان شاء الله راح نجيكم جاي قاصر الهوار تعالوا الهوار شنو اللي فيها الحيوانات بس الجاموس عندنا الجاموس سميره اسماك سميره سميره هواي اشتهر هذا بسميره اشتهر بسميره اي هسه رجعت الحياة بالأهوار بعد المطر لا رجعت الأهوار رجعت المياه وخير من الله الحمد لله شكرا عندكم سوق هيجي مثل سوق الغزل لا ما عندنا عندنا محلات مو يعني مثل شيء اي محلات محلات هم ضخمة وهاي وبيها الناس ترغبها اي الناس ترغبها يعني الناس ترغبها هنا عندك الحجي هنا يجن وجهك الكاميرا وجهك عندك هنا الشيخ زكي هنا يجن الغزال اها والله هو يجن الغزال الغزلان الحجي ما قبل يطلع ويانا بس هو هوايته يجي جايين هوايته على الغزلان هسه احنا جايين هنا نشتري غزلان جاي ندور كل التوفيق الله يوفقك حبيبي الله يعزك ويوفقك شكرا جزيلا الله يسلمك بعد قلبك إلى هنا مشاهدينا الأكارم وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج بين دجلة والفرات مثل ما شفتوا الأجواء الجميلة وسط سوق الغزل اللي تنوعت بيها جميع الحيوانات وكذلك أهلنا وناسنا اللي يتوضعون الحيوانات واللي يقتنوها إذن نلتقيكم بحلقات أخرى حتى ذلك الحين إلى اللقاء